كل عام وانتم بخير. ان شاء الله الايام الحلوه دائما تتكرر عليكم وانتم باحسن حال، انتم وشعبكم وامتكم. العيد علينا يعود باحلى حال، واعني بهذا من اقول علينا اعني شعب العراق كحاله تعبر عن مستوى الصمود والاقتدار الذي يأذن به الله سبحانه وتعالى، وكل المناضلين والمجاهدين العرب حيثما كانوا صاروا يعبرون عن ضمير الأمة وعن تطلعها وعن حقوقها بالطريقة اللي يستاهل الأمر أن نوصف فعلهم بأنه مفخرة في هذا الجيل.